صراحة يعني الحرمة بتاعت الشهداء دي بتنتهك كل ثانية وكل دقيقة. الموضوع ده موضوع مستفز من هذه الحكومة، حكومة ما مسؤولة، حكومة أنا ما عارف أقول شنو، لكن من هنا بناشد باسم لجان مغامض عقبرة كل لجان المغامضات على مستوى السودان، يا أخواننا نحن محتاجين حضوركم ضروري لاعتصام التميز، نحن محتاجين حضوركم ضروري لاعتصام التميز، لأنه كل يوم بيمر على الشهداء ديلا، كل يوم بيمر نحن بنفقد حقوقهم، كل يوم بيمر نحن بنفقد حقوقهم. عشان كده لكل لجان المغامضة، لجان مغامضة مدني الدمازين، لجان مغامضة البحر الأحمر، لجان المغامضة في الشمالية، لجان المغامضة في الأبيض، لجان مغامضة الفاشر نيالة، نحن محتاجين لدعمكم. نحن لجان مغامضة عقبرة جينا هنا في الخرطوم الاعتصام بتاع التميز وما زالت الجثث قاعدة في الثلاجة ومدعفنة. الآن الريحة تسكم الأنوف ودي ريحة شهدانا، يعني دي ريحة شهدانا، قمة اللامسؤولية، قمة اللامسؤولية من الناس ديل، قمة اللامسؤولية من الناس ديل. عشان كده نحن بنناشد كل جان المغامرة، أخواننا ديل أخوانكم، الناس الراقدين في الثلاجة ديلة وما في زول جايب خبرهم، ديل أخوانكم، لازم تلحقوهم، لازم تدعموا الاعتصام ده، لازم تدعموا أخوانكم التروس ديل. رسالة لكل زول غيور وطني، رسالة لكل التروس، رسالة لكل جان المغاومة، أن هلموا للاعتصام في مستشفى التميز الخرطوم الصحافة. أخواننا الموضوع ده ضروري، شيروا يا أخواننا شيروا، لأن الموضوع ده ضروري والموضوع ده عاجل، ولازم كلنا نحضر ونجي ونقيف مع أخواننا التروس ديل هنا، لأنه محتاجين لنا. نحن في لجان مغاومة عبر جينا وعملنا الواجب، لكن حنقعد لنتين، أنتوا براكم عارفين الظروف. نحن حنسافر بكرة بعد بكرة ما معروف، لكن في النهاية حنسافر. نحن عايزين دعم من لجان المغامرة على مستوى السودان كله. أرجوكم سريع تجونا تقيفوا معانا، عشان الموضوع ده موضوع خطير جدا. الموضوع ده خطير. الآن الريحة بتسكم الأنوف، والآن الجثث دي كل يوم بتتحلل إلى أن تفقد ملامحها تماما. وبعد ذاك الناس ديل ناس ما مسؤولين، الحكومة دي تسقط، بس الحكومة دي حكومة ما مسؤولة. عشان كده نحن من هنا بالناس كل جان المغاومة إنها تجي وتحضر وتضغط في إنه يا أخي الناس ديل يتعرفوا أهلهم، يتعرفوا هم منو، عشان يدفنوا، لأنه في النهاية الميت إكرامه بيدفنه. عشان كده نحن بنناشدكم يا تروس، بنناشد كل الوطنيين، كل الناس الوطنيين، كل الثوار إنه يجوا الاعتصام ده. وشكرا جزيلا، دمتم ودامنا قدام يا حبيبي، تسلم يديك العافية. الحمد لله على السلامة يا أخواننا. بنقول عقبرة بلد الحديد والنار والثوار. والله يا أخي حللتم أهلا، نزلتم سهلا، دي بلدكم يا أخواننا. أخواننا واقفين والله، شفتها جايين من هناك دعما لاعتصام التميز. إن شاء الله يعني احنا محتاجين لأي ترس، محتاجين لأي ترس يا أخواننا، محتاجين يجي عشان يقف مع أخواننا دي. أقسم بالله قلبنا مع شهدانا الموجودين، وبإذن الله قادرين إن شاء الله. ما في مفقودين تاني، المفقودين جوا الثلاجات، المفقودين جوا الثلاجات. ودي الأخوان منا ما ممكن نخليهم، جسامين موجودة، والناس اللي بتترفع قاعدة في العمارات فوق، وأخواننا هنا جوا في الجثث. الناس زول سائل منهم لا مقدرينهم، أخواننا ديل أسرنا وديل أهلنا، ديل أخواننا، ديل أولاد أمهاتنا. أخواننا لازم نقف وقفة واحدة، نقف وقفة صلبة عشان نحن نجيب حق أخواننا ديل، يا نجيب حقهم يا نموت ديل نخش في الثلاجات ديل. وشكرا قدام يا حبيبي، رديك العافية إن شاء الله. طيب يا اخواننا، الناس تشير اللايف ده يا اخواننا، الحساب ده ضعيف، القحاطه ما قاعد يدوا فرصه انه اللايف يطلع، مجرد ما تصور لايف طوال يبدو هجوم وبلاغات على الحساب، والحساب ضعيف جدا. انت ذاتك المتابع الصفحه، او انت الصديق في الصفحه، او انت القريب مننا، بتكون عارف وشايف انه ما قاعد يظهر لك اشعار بتاع في لايف مبثوث او لايف شغال، او اشعار البث ما قاعد يوصل لك. ده دلاله على انه الحساب ضعيف والحساب مهاجم. شيرنا اللايف ده، خلينا نصل لكل مكان. شفنا اهل عدبره، شفنا تونس عدبره، حباب الترس، رسالة مصطفى بن عوف، لجان مغامض عبرة. أنا والله لحظة وصولي هنا جيت قدام البوابة، رسالة دار أوصلها، ما دار أوصل المجلس العسكري ولا دار أوصل العساكر، لأنه ديل إحنا بالنسبة لنا قتلة ومرفوضين. ديل
هم الغطرة بتاع الشهداء اللي قاعدين جوا هسه بالضبط. واحد ان الرساله دارس رساله دارس للمكون المدني، دارس رساله للاحزاب اللي ما قاعد تمثل الثوره والاحزاب اللي سرقت الثوره الجاريه والكراسي والمناصب، كويس، وهي ما عندها اي مبدا ولا عندها اي حس وطني ولا عندها اي اخلاق. شهداء قاعدين جوا الثلاجات هم اخواننا واولادنا وكانوا معنا في الشارع ده. احنا كان ممكن نكون واحد، انا كان ممكن اكون واحد من الشهداء ديل، وتمنيت ان انا اكون واحد من الشهداء ديل عشان انا ما اجي اشوف المنظر ده. والله ما في بشر، ما في يهودي يهودي بيقبل العمليه صح اللي عملوا في اخواننا ديل. صح، الرساله دار رسيل المكون المدني لحمدوك، من حمدوك الى اي والي مدني قاعد في ولايته هناك، انه المنظر اللي قاعد جوا ده كويس انت مسؤول منه. هل تعلم يا درس انه ما فيهم زول جا ولا ما فيهم زول اصلا عبر الحاجه دي ولا بيحاولوا انه حتى اعلاميا يكتموا على الموضوع؟ انت عارف الكلام ده، دي يبقى دي ما الحكومه بتمثل الثوره ولا بدي الحكومه ماتوا من اجل اخواننا الشهداء. ربنا تقبلهم وقول حسن، اللهم امين يا رب، ربنا يجعلهم في عالي الجنان، ربنا اجزل زويهم واهلهم الصبر والحسن والسلام، اللهم امين. رسالتي واضحه ان نحن بعد كده حنكون حاجه واحده، ان الحكومه قاعده دي ما حتمثل ولا حنتعاون معها. المؤتمر اللي شفت له لباريس ده شفت معاك 34 نفر 35 نفر، كان اولى انك تجي اقل حاجه ترحم الارواح بالضبط، مش تجي وحقهم لانك انت ما قدرت تجيب القدوره، ما كان ليل ليله في عسكري قاعد بالضبط، ليل ليله برهان قاعد في المدرسة. التحية لك يا اخوي، التحية لك اهل عطبرة، الحمد لله على السلامة، الله يديك العافية يا رب العالمين. طيب يا اخواننا، دي رسالة واضحة جدا جدا من ثوار عطبرة. الليلة جوبة موكب، الليلة جوبة القطر، قطر عطبرة جاي المرة الثانية، قطر عطبرة كل ما تدق الصفارة كل ما يجي الندى بيلبوا الندى. والله يا ادينا شير، ادينا شير عشان الحساب ده ضعيف، الحساب مهاجم عشان نقدر نوصل. الله يف ضعيف بنوصل والله، كرسادة نوصل زول واحد القحاض وجدادهم قاعدين بس يضربوا في الصفحة، قاعدين يضربوا في الحساب، قاعدين يضربوا في اللايفات، اي لايف يطلع بيضربوا فيه طوالي. ادونا شير يا اخواننا، الناس شيرت اللايفات تشيروا ثاني وتشيروا ثالث وتشيروا رابع، ان شاء الله 1000 شير، 1000 جروب، وزعوا اللايفات في كل الجروبات. زي ما قالوا يا اخواننا، يعني خزي والله، خزي وعار من حكومه المفروض انها جات حكومه الثوره، من حكومه المفروض انها جات تجيب للمواطن السوداني حقوقه، من حكومه المفروض انها جايه عشان 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 تبني وطن، حكومه جايه عشان تبني وطن. للاسف الشديد قاعدين الان يقول لك مؤتمر باريس وفوائد مؤتمر باريس وغير مؤتمر باريس، ما مرقنا ثوره عشان قروش، ما مرقنا ثوره عشان قروش. احنا سودانيين والله كان نبيع هدومنا، كان نبيع عراقينا، كان نبيع جلاليبنا، كان نبيع ملابسنا، كان نبيع كلانا من اكل بعضنا، ما مرقنا ثوره عشان قروش، مرقنا ثوره عشان القتل يقيف. فائده القرش شنو؟ فائده القرش شنو؟ فائده الاكل شنو؟ وانا بجي بلقى قريتي كلها متباده، بجي بلقى اسرتي كلها متباده، فائده القرش شنو؟ واخواني بموتوا، فائده القرش شنو؟ واخواني اخواني الفدوق بيدمهم، اخواني جابوك بيدمهم كرسي تخاتم لي جوا في ثلاجه زي دي، جثامهم كلها متعفنه، فائده القرش شنو؟ فائده انه ايش اللي يكز ايش؟ واجي القى اخواتي واخواني وامي واختي في البيت ماتوا، فائده القرش شنو؟ فائده القرش شنو يا سوداني؟ احنا مارقين عشان الوطن، مارقين عشان الدم ده يقيف، مارقين عشان الفساد ده يقيف، مارقين عشان الاجرام ده يقيف، مارقنا قلنا اي كوز من دوس ودوس، وللان بنقول اي كوز من دوس ودوس، والله ما في كوز يمسكنا، والله ما في كوز يمسكنا، الان الكزان هم الماسكين، الكزان هم الحاكمين، القحاطه كانوا ما ينفع معهم طبعا، القحاطه كانوا ما ينفع معهم، عشان كده بيهاجموا في اللايفات، بيهاجموا في اي لايف يطلع، ادينا شير، شير اللايف ده في كل مكان، شير اللايف ده، وصل رساله تروز عطبره، وصل رساله اهل عطبره لكل مكان. انا حقفل اللايف يا اخواننا، وحنتلاقى في لايفات ثانيه، حقفل اللايف وحنتلاقى في لايفات ثانيه، وصل اللايف ده في كل مكان، حتى بعد ما اقفله شيروا، ما توقفوا الشير، شيروا اللايف ده في كل الجروبات، شير حسي اقيف اداه نص ساعه، شير بعد نص ساعه ثاني، اقيف اداه نص ساعه، شير بعد نص ساعه ثاني، شير في خمسه جروبات واقيف، شير في خمسه جروبات واقيف، شير في خمسه جروبات واقيف، عشان اللايف ده يوصل، عشان الرساله توصل، عشان الرساله توصل لاي قحاطي، لاي عميل، لاي خاين، لاي كوز عفن، لاي عسكري قاتل، لاي مجرم. والله قلناها تسقط بس وحتسقط، والله حتسقط. يلا يا جيل المقاومه، يلا يا كل التروس في كل السودان، الحقوا مارقين، اعتصام مشهد التميز، الناس هنا تقبل
حقبة كثيرة. دمتم يا اخواننا، ربنا يحفظكم. ويوم ما كان جاتك بشارة وقالوا ليك رحت غادي، ابقى زغرتي للشهادة وما تقولي واي سوادي، عشان جناك في جوا خندق ما تقاتل في الاعادي، ما هو ميت جوا حانه ما هو هلك سكران في نادي، وخبر جاك تهلله سيره ويوم ما هو سمع روادي. يوم ما افخري بيه جناكي وخلي قلبك عنه راضي، وليه كتر في وليه كتر في الدعاوي، وقولي يا رحمن وهادي. وزي ما كنا بنقول، مين الدسة مين الدسة فلك بابنا، عايزين نعيش لا كوز غرف من زادنا، لا بحث اللي يعيش في عذابنا، دايرين الوطن بتراب وما بترابي، خلونا نشب نيرانا، لا شيوع اللي يكون حاكمنا، لا نحزم متى حزب أمة سوداني وكفى، بوطني بس بهتمة، لا بحمل حقد جواي قضية أمة مالي الوطن، مبادئ وعزة وهمة. ربنا يكرمكم، ربنا يحفظكم يا اخوان. الناس برا السودان ما معفيه، الناس برا السودان ما معفيه. شيروا اللايف ده، ناس شيروا اللايف ده، خليه يوصل لابعد مكان ممكن. شيروا اللايف ده فضلا وليس امرا، او هو واجب وطني. شيروا اللايف ده لكل مكان، حتى بعد ما يتقفل وصلوا الرساله اللي كانت فوقه. ربنا يحفظكم، خليكم قراب، حنتلاقى ان شاء الله.